زاد شأننا فيها سرور أو كذا لا يغرنك إذا الحق ارتقى محضرا يوما يعادي القدر إن أبات يا طباع ركزات شأننا فيها سرور أو كذا لا يغرنك إذا الحق ارتقى محذراً يوماً يعاديك القدر شأنها الخفض لمن كان اعتلى وارتفاعة لمن فيها افتقى فاتخذ منها سبيلاً صالحاً في حياة تتقي منها الضرر شأنها الخفض لمن كان اعتلى وارتفاعة لمن فيها افتقى فاتخذ منها سبيلا صالحا في حياة تتقي منها الضرر الطامع فيها بغيا فأخذي حسبك الآن العبار اذكر الماضين وانظر ما ترى كل يوم من موارة الحفار كل يوم من موارة الحفار كلنا نسعى لنحيا آمنين بعده ماذا ففكر يا بشر ما خلقنا في الدنيا نبقى خلود بل خلقنا لفناء مستطاع كلنا نسعى لنحيا آمنين بعده ماذا ففكر يا بشر ما خلقنا في الدنيا نبقى خلود بل خلقنا لفناء مستطاع فاتعظ في من مضى ثم ادكر واسمع النصح فقد جاء الخبر كلنا فان ولا يبقى سوى وجه رب قد تعالى وانتصر فاتعظ في من مضى ثم ادكر واسمع النصح فقد جاء الخبر كلنا فان ولا يبقى سوى وجه رب قد تعالى وانتصر إنما الدنيا طباع ركزات شأننا فيها سرور أو كدار